كان عندي تحدي كثير كبير قبل الرالي لانه كلنا بنعرف فور وقفار هي احسن سياره مشتركين فيها بالرالي، بس بدنا وقت نتعودها. هيدي السياره كلنا بنعرف ما فيها طوط الموجود بسيارات ار ار سي او جروب ان، طرقات لبنان كلها متعرجه ومضايقه وقفلات، يعني كل من هيك بدنا وقت لنتاقلم كيف نقدر نشيلها من الفئه هذا. وهذا اللي صار معنا اول شيء لانه الرالي كانت كثير عم تصحل، شفت شوي وحل اكيد شفت على الكل عم نحكي مش لنا بس نحن بالتحديد. اول مره عم سوق السياره ليه بدي اخذ ريسك كبير، رالي بعده طويل، سيزن بعده طويل، فضلت اخذها ستيب باي ستيب. كل ما هيك ما هجمت اول شيء، وهي السياره ما في وقت الا ما تهجم، اذا ما بتهجم ما في عندك ما فيها باور لتعوض هذا الشيء. من اجمل الراليات اللي عملناها دائما السوبر ستيج اللي صارت هلا بالكازينو، تغطيه اعلانيه اكثر مره بحياتي، من يمكن مش بحياتي من باخر 10 او 12 سنه بشوف في هالقد عالم على المراحل. شيء بياخذ العقل، واكيد فضل كله لكم انتم وكل الميديا عم تغطي هول ايفنتات. هذا الشيء بيساعدنا ان شاء الله نجيب سبونسرز حتى نقدر نعمل تيستينج اكثر واكثر قد ما فينا كرمال رالي لبنان. مثل ما قلنا تارجت احنا عندنا هو رالي لبنان، هيدا الرالي عملناه على الموتور القديم في الى ايفولوشن. ان شاء الله هلا رالي جاي يكون عندنا بعد حدود 37 حصان بعد اقوى، طول اكثر، بتغير لنا حياتنا اكثر، وان شاء الله نضل نطفش كل ما فينا.